السلام عليكم يا شباب، معكم محمد في مقطع جديد لمراجعة الفصل 165. لكن قبل أن نبدأ في هذه المراجعة أريد إخباركم بأمر مهم. سأبدأ بتنزيل مقاطع منوعة عن مواضيع وأنميات أخرى، وأفكر أيضا في إضافة سلاسل جديدة، لكن ليس في هذه القناة بل في قناة جديدة. وهذا القرار اتخذته لسببين. أول سبب، هذا النوع من المقاطع يكون عليه نسبة كبيرة من خطر الكوبي رايت، وتعلمون ماذا يحصل بعد هذا، ولا أريد التركيز على قناة واحدة وتحذف في نهاية الأمر. والسبب الثاني، أريد جعل هذه القناة خاصة بمانجا وإنمي بلاك كلوفر فقط، وأيضا قد نضيف مانجا أخرى، وكل هذا لنستطيع تغطية كل الفقرات التي تعودنا عليها في القناة. لهذا إذا كنت مهتم بالمواضيع الأخرى أتمنى أن تشترك في القناة الجديدة، ستجد رابطها في الوصف. وأول تعليق، سأضع أول مقطع يوم الأحد إن شاء الله، ولكي لا أطيل عليكم لا تنسى تفجير زر اللايك ولنبدأ. هذا الفصل بعد قراءته وجدت أنه مشابه جدا لسيناريو أستا. هناك تدريب قادم في مدة زمنية قصيرة، وأيضا ظهور شخصيات جديدة لم نراها من قبل. كانت هناك أمور أخرى ذكرت في هذا الفصل، لكن عموما تقييمي للفصل سيكون 7.5/10. وكالعادة لقراءة الفصل المترجم ستجده في حسابي على إنستغرام في ستوري. في الحقيقة كنت أريد انتظار الفصل الرسمي، لكن اتضح أنه سينزل في وقت متأخر، وهذا يعني أننا سننزل مقطع في وقت متأخر، أنا صراحة لا أحب التأخر، لكنني متأكد من هذه الترجمة بنسبة 95%. وفي أول صفحة نرى مشهد استيقاظ نويل والألف يقفون بجانبها. بعدها تلتفت نويل ترى كل أصدقائها موجودين خلفها. نرى ميموزا التي تبدو أنها استيقظت هي ونويل في نفس الوقت، ونرى نيرو التي تبدو أنها استيقظت قبلهم بقليل. وفي الخلف يظهر لك لاك وتشارمي وليو ما زالوا نائمين. بعدها لاحظت نويل أنها في مكان مختلف عن المكان الذي كانت تتقاتل فيه سابقا. وطبعا تابتا رسم لك القرية بطريقة جميلة جدا، الأشجار والحيوانات، بحيرة في المنتصف، وفي الخلف يظهر لك منزلين من الخشب، يبدو أنه المكان الذي يسكنه الألف حاليا. وبعدها تحدث باتري وقال أن هذا المكان مسمى بإليسيا، يقع في منطقة سحر الكبرى في حدود مملكة هارت، وهو طبعا ينتمي لأراضي المملكة، لكن هذا المكان يوجد على الحدود من جهة مملكة سبيد وليس على الحدود من جهة مملكة كلوفر، ويقول أن هذا المكان غير مستكشف وسري. وطبعا هذه الأماكن هي المفضلة لدى الإلف لأنهم لا يحبون الاختلاط بالبشر. وهنا يظهر أول مفاجأة، طفلان خلف باتري، ولد كبير وخلفه بنت صغيرة، وواضح أنها أخته، ومن طريقة اختبائها واضح أنها خجولة نوعا ما. هنا نويل تتساءل عن هوية هؤلاء الأطفال، فأجاب باتري كلاهما ملكيان من مملكة كلوفر، إنهم أحفاد السيد ليخت. يظهر لك كل من سمع هذا الخبر جلط، وأنا أيضا صراحة جلط. كنت أعتقد أن كل الألف ماتوا في ذلك الهجوم ولم ينجو أي أحد. بعدها نيرو تظهر لك في مشهد كما لو أنها تلقت صفعة من شخص ذكرها بشيء مهم جدا. وهنا تظهر لك ذكريات نيرو بعد وصولها لمكان زفاف تيتيا ولخت قبل 500 سنة، وجدت الكارثة قد حدثت بالفعل والكل ميت، لكن تيتيا رغم الإصابات البليغة كانت ما تزال حية، واتضح أن في بطنها توأمين، واحد منهم كان قد مات بالفعل والثاني ما زال على قيد الحياة. فقامت نيرو بختم جراحها كما فعلت سابقا مع أستر لو تذكرون في مواجهته ضد زاغريد، ثم بعد ذلك توجهت عند إمبراطور سهل الأول، وبعدها حدثت المعركة كما نعلم جميعا. واستيقظت نيرو بعد ذلك بسنوات على شكل طائر، ولم تكن تعلم ما حدث للسيدة تيتيا. والآن بعد رؤيتها لأطفال ألف وسماعها لكلام باتري، أدركت أن تيتيا كانت ما تزال على قيد الحياة. ولهذا ليس من الغريب إذا عرفنا أن هناك أسر ملكية في مملكة كلوفر دمهم هجين بين البشر والألف. وبعدها انتقل المشهد إلى باتري ليكمل كلامه، وبينما هو يشرح لهم المكان الذي يتواجدون فيه وكيف تغير تفكيرهم وطريقة نظرتهم للمستقبل والعالم، تحدثت ميموزا وقالت لماذا أنقذتنا؟ طبعا هذا السؤال صادم، شخص أنقذك وتسأله لماذا أنقذتني؟ لكن على العموم هنا أجاب باتري وقال لها حارس إليسيا هو من طلب منا إنقاذكم. من هو هذا الحارس وما هي هويته؟ الله أعلم، لم يتم التطرق لهذه النقطة في هذا الفصل. كل ما نعرفه هو اسمه، أكمل كلامه
وقال توجهت مسرعا إليكم لكنني لم أصل في الوقت. وهنا يظهر لك الفرق الشاسع بين باتري ولومير. تخيل لومير من قرية هاجي لعاصمة مملكة كلوفر في رمشة عين، لكن باتري تأخر وعموما قال لهم لقد نجوتم من الانفجارات بقوتكم الخاصة. ويظهر لك المشهد كل شخص كيف نجا من الانفجار. تظهر ميموزا استخدمت أزهارها، وكما أحب أن أقول استخدمت حديقتها. تظهر نويل استخدمت الماء، وكما قلت سابقا شارمي أكلت الانفجار. لكن يظهر لك في الجانب الآخر لاكي يجري، ولا يوجد أي تفسير لما فعله، هل هرب من الانفجار أو ماذا حدث بالضبط. وبالنسبة لليو فقد استخدمت تعويدة دفاعية، أعتقد أنها مزيج بين سحر النار وقوة الأحرف الرومانية، ومثل هذه المشاهد هي التي تحمسني لرؤية الأنمي. فالأنمي بصراحة فيما يخص القتالات يوصل لك المعنى بطريقة أفضل. وأكمل باتري كلامه التشجيعي وقال بفضلكم سكان مملكة هارت على ما يرام، لقد أصبحتم أقوياء بعد نصف سنة من التدريب. وهو مندهش أنهم استطاعوا مواجهة عدو قوي من أمثالهم. هنا يونو يقول آسف أقصد نويل قالت هذا ليس جيد، وطبعا قليل من الدراما ضروري في مثل هذه المشاهد، لكن هذه المرة جاء الدور على فتاة فلا بأس بالنسبة لي. وكانت تتحصل لأنها لم تستطع انقاذ لوبشيكا وهزيمة فانيكا. طبعا تتحصل لأنها لم تستطع انقاذ لوبشيكا لا مشكلة، لكن تتحصل لأنها لم تستطع هزيمة فانيكا يبدو لي هذا غير منطقي، يجب أن تحمد الله أنها لم تموت. عموما فهي الآن ترى أن لا حل أمامها سوى أن تصبح أقوى، وقالت لباتري أنتم أقوى مني علمني سر قوتكم. وطبعا هي تقصد ذلك الكلام الذي أعاده كل إلفي طيلة الأرك السابق، المانا تحبنا. وهنا نويل تقول لباتري لن تنصب علي، هناك سر وراء تلك القوة. هنا باتري يعطيها قاصفة في منتصف الجبهة، قال لها شخص لم تستطع هزيمته بعد نصف سنة من التدريب، كيف تتوقعين أنكم ستهزمونه بعد التدريب لمدة قصيرة جدا؟ فأجابت إجابة بصراحة عند قراءتها تحس كما لو أن أسطى يتحدث، قالت سأفعلها وأعلم أن الأمر ليس سهل، لكن الاستسلام بينما يمكنني أن أصبح أقوى هو أمر أصعب بكثير. بمعنى آخر تقول أنها ستتخطى حدودها. ويظهر خلفها أن الجميع استيقظ والكل متحمس، لاك وليو وتشارمي الكل مستعد للتدريب. وريا كما عودنا بأجوبته الباردة يقول ما زالوا مزعجين كالعادة. بعدها يظهر لك باتري تحمس للموضوع وقال أنهم سيعلمهم سحر الجان المطلق وبتلك الطريقة سيصبحون أقوى. والآن أصبحت المسألة واضحة، في الفصول القادمة لدينا تدريب أستا ونخت، وأيضا لدينا تدريب نويل والبقية مع الألف. أما عن يونو فلم يتضح إذا كان سيتدرب أو لا، لكن ما ذكر أن روح الرياح تخزي المانا، ويبدو أن هذا الأمر سيأخذ وقت. وأيضا بعد رؤيتنا لأطفال الألف ومعرفتنا لقصة تيتيا، فهل تتوقعون رؤية ألف آخرين لم يظهروا بعد؟ وكافتراض هل تتوقعون وجود فرد من الألف في أحد فرق السحر؟ فبعد معرفتي لهذا الموضوع الذي ظهر فجأة وبدون سابق إنذار جعلني أفكر في أمور كثيرة، سأحاول ترتيب الأفكار وأشاركها معكم. أما بالنسبة للأسبوع القادم لن يكون هناك فصل، حتى الأسبوع الذي بعده سينزل فصل 166. وغدا لدينا مقطع كنت أجهزه سابقا، فكرته جميلة، لهذا لا تنسوا تفعيل زر التنبيهات. وهذا كان كل شيء، أتمنى أن تكون هذه المراجعة نالت إعجابكم. لقراءة الفصل كالعادة ستجد في حسابي، ربما هناك احتمال وجود صفحة ناقصة، لهذا إذا كان الأمر كذلك سنتطرق لها في مقطع المناقشة. شكرا على دعمكم يا إخوان، وإلى اللقاء في المقطع القادم إن شاء الله.